مساء الخير طلاب، شلونكم؟ اليوم محاضرتنا هي عن Bacterial Growth and Metabolism. شنو يعني الجروث؟ الجروث هو orderly، مثل ما تعرفون هو orderly increase in the quantity or cellular of cellular content. يعني هذا growth بصورة عامة. احنا اللي يهمنا محاضرتنا اليوم هو growth of the bacteria. growth of the bacteria هو increase in the size or the protoplasmic content of the cell of the bacteria and increase in the number of the cell. يعني increase the cell mass and increase in the number of the cell. growth يعني شنو؟ مثل ما قلنا يعني بي نقول لكم يكون زيادة بالبروتوبلازم وزيادة بالنمبر. هذا النمبر والمالتيبليكيشن شلون يصير عادة بالبكتيريا؟ باي بكتيريال ديفيجن، اللي هي باي باينري فيجن. ذا مين واي فور ريبرودكشن اور مالتيبليكيشن بالبكتيريا هي الباينري فيجن، اللي هو اسكشوال ريبرودكشن. اكو الترناتيف ميز ديبند اون ذا سم تايبس اوف ذا بكتيريا دونت ديفايدد باي ذا باينري فيجن. اكو الترناتيف ميز باي بادينج تبرعم، لو باي كونديوسبور فورميشن اوف ذا سبور، اور باي فراجمنتيشن التجزؤ، يعني جزء يطلع منها وهذا ينمو الى بكتيريا جديدة. depend on the type of the bacteria but the main way for reproduction هو binary vision. هاي صورة تبين لنا binary vision. أول شيء شوف شلون DNA will be attached to the cell membrane. cell يبدي يزيد enlarge and the DNA will be duplicate. عملية replication of the DNA تبدي بهاي الستيب. وراها يبدي formation of cross in the cell wall. بهاي الستيب تبدي البكتيريا سينثيس اوف نيو بروتوبلازم ماتيريال. كل البروتوبلازم الموجود الكونتنت مالتي سايتوبلازم سينثيس اوف نيو وان تو بي ويل بي سيبريت فور ايتش سيل، حتى تعطيها للسيل الثانيه. يعني فتنقسم وراها يكبر الكروس ويل فتنقسم الى تو سيل دوتر سيل اللي تشبه المادر سيل. كل وحده اول ذا كونتنت بريزنت ان ذا مادر سيل موجوده بالنيو دوتر سيل، يعني معناها زاد بروكاريوتيك سيل انكريز ان ذا نمبر. كل سيل وحده اعطتنا تو سيل، لهذا البوبوليشن راح يكون كله يتضاعف. لان شنو؟ لان البكتيريا عاده ما تكون متواجده وحده. اذا كان انفكشن بالبودي، لو احنا بالكلتشر اللي بالمختبر نسوي له كلتشر، ما راح نلقي بكتيريا وحده. عاده الانفكشن يكون thousands or hundreds of numbers of the bacteria. بالمختبر كذلك احتمال توصل للmillions of the bacteria. فلهذا يعني البوبوليشن كلها راح تتضاعف. هذا التايم required for the population to be duplicate يسموه generation time or cell life cycle. هو number of the bacteria will be double. الgeneration time يختلف من بكتيريا الى بكتيريا، وحدة تحتاج احتمال ساعة، وحدة تحتاج ساعتين. هو average number 1 to 3 hours. Type of bacteria need even شلون نقول 50 days for multiplication. انتو هاي يعني سموه مهم فقط تعرفون، انتو لكم لازم تعرفون انو average time اللي هو generation time 1 to 3 hours. احنا ناخذ مثلا example الاشريشيا كولاي. الاي كولاي generation time مالتها 20 minutes. فنشوف حسبوها شلون تنحسب. 20 generation خلال 7 hours السيل الوحدة كان راح تصير مليونز 1 مليون سيل. شوف ايش قد يتضاعف عدد البكتيريا. هاي الاشياء شلون قاسوها؟ قاسوها في شيء اسمه باتش كلتشر، اللي هو كلوز سيستم بي نيوتريانت، كلوز سيستم ميديا نخلي بي نيوتريانت اللي تحتاجها البكتيريا فور جروينج اند مالتيبليكيشن. ورا ما نخلي البكتيريا بي هو هذا الميديا بي all the يعني nutrient required for growing and the multiplication. حتى تشوف خلاله، يشوفون خلاله growth of the bacteria. شافوا growth مالت البكتيريا يكون على شكل growth curve. هذا growth curve يتقسم من 4 إلى 4 phases. هو lag phase, log phase and stationary phase and death phase. أول phase هو lag phase اللي هو يسموه adaptation phase. هذا الفيز ما بي multiplication، يعني العدد مالت البكتيريا ما يتضاعف، يبقى نفسه، فقط يسموه adaptation phase. تتكيف البكتيريا للميديا الجديد اللي خلوها بي، يعني شلون يكون شلون تتعود recover from the shock of transferring from one media to another.
هذا الفيز تقوم بصناعة بي الكوإنزايم and material needed for multiplication increase in the mass يزيد بي the volume or the mass synthesis of protein synthesis of the RNA increase in the metabolic activity كلها تكون بهذا الفيز بس ما يبدي بي multiplication. الملتيبليكيشن شو وقت ورا ما تعدي هذا الفيز يبدي الملتيبليكيشن هو اللوك فيز الاكسبوننشال فيز اللي هذا يكون يصير بينقيس بي جينيريشن تايم النمبر اوف ذا بكتيريا ويل بي انكريز اللي يسموه يعني شوف الكيرف يصعد النمبر اوف ذا بكتيريا انكريز. يوقف هذا الفيز شو وقت يبدي الاستاشنري فيز اللي هو النمبر اوف الملتيبليكيشن يوقف فيبقى ستيدي نمبر اوف مايكرو اورجانيزم بعد لا يقل ولا يزيد يعني ما يصير لا ديث ولا سينثيسيس اوف اور يعني سينثيسيس اوف نيو سيل يسموه ستاشنري فيز. ايش وقت يوقف الاكسبوننشال فيز ونبدا بالستاشنري فيز اذا اكزوشن اوف افيلابل نيوتريانت تخلص accumulation of toxic or inhibitory substances تجي من الميتابوليك برودكتس والexhaustion of space biological space space بعد ما تكفي بعد ما تتكاثر على البكتيريا توقف الى حد معين زين. بعدين اذا هاي النيوتريانت خلصت والسبيس بعد ابد ما تكفي صار accumulation of واي toxic substances ايش راح يصير بالبكتيريا الموجوده؟ راح يصير بها ديث يعني تبدي العدد of living organism يقل ويبدي يزيد العدد of death organism. هذا الكيرف شكله شوف اللوك فيز اللوك فيز stationary فيز والdeath فيز. ها مثل ما قلنا احنا هسه هذا الميديا اللي ايش خلينا بيه نيوتريانت شنو هي البيزك نيوتريانت اللي نخليها اللي تحتاجها البكتيريا فور مال جروينج ووتر اي تي بي carbon needing for building of macromolecules الاكسجين for metabolism النيتروجين for synthesis of amino acid for amino acid synthesis السلفر التريس element الفوسفورس كلها هاي لازم نوفرها احنا بهذا الميديا all the nutrients needing for the growing كذلك الفاكتورز لازم نضبطها for the growing of the microorganism لان البكتيريا تتأثر بالتمبريتشر تتأثر بالسولتس بالبي اتش كل تايب اوف ذا بكتيريا لها تمبريتشر معينة إلها concentration مال salt إلها pH معين لو acidophilic لو basophilic لو temperature عالية لو temperature قليلة إحنا ما دخلكم بتفاصيل فقط تعرفون إنه لازم الفاكتور هاي تنضبط أثناء culture of the bacteria أثناء زرع البكتيريا النمو حتى for the multiplication كذلك الأكسجين requirement تختلف أكو بكتيريا هذه الصورة تبين لكم شون إذا كانت obligate ايروبس يعني هوائية شوف تنمو تكون قريب من الاكسجين اذا فاكولتاتيف ان ايروب هي ان ايروب قليل وهم تعتبر ايروب شوف شلون يكون مختلف يعني التوزيع مالتها اذا ابليجيت ان ايروب كلها لي جوه اذا ايروتوريت ان ايروب يعني يكون متساوي موجود الاكسجين او عدمه مايكرو ايروفيليك اذا تحتاج اكسجين قليل تنمو بالوسط فلهذا هاي الفاكتورز اثناء يعني الكالتشر اوف ذا بكتيريا لازم نضبطها هسه مثل ما افتهمنا احنا محاولتنا ترى كلش بسيطه يعني فقط هي اشياء اساسيه هاي ماخذيها قبل فقط نربط لكم انه الجروينج اللي ماخذيه عاده شلون يصير بالبكتيريا مثل ما تعرفون هو الميتابوليزم تشمل انابوليزم وكاتابوليزم احنا ايش قلنا البكتيريا بالجروينج تبني building of new material synthesis of new material a new protoplasm تحتاج الى energy منين تحصل البكتيريا هذا الانرجي in a breakdown of energy source غير شنو الانرجي سورس مالت البكتيريا هو الشكر البكتيريا الانرجي سورس الها هو الشكر but differs the type of the bacteria differs on the way for breakdown of this sugar تختلف بطريقة break down لهذا الشوغر شوفوا هاي الصورة هي تحتاج anabolism biosynthesis تحتاج energy هاي الانرجي من جتي من يعني source of energy either chemical or light source احنا هنا البكتيريا هي الشوغر السورس مالت الانرجي هاي الانرجي اللي تطلع من الكتابوليزم or break down of the sugar تحتاجها للبيوسينثيسيس وتحتاجها for cellular activity for motility تحتاج هي source للانرجي فهاي الانرجي تحصلها من الكتابوليزم or break down of the sugar
مثل ما قلنا تختلف بالبريك داون مالت الشجر، طريقة البريك داون either aerobic respiration هوائي or anaerobic respiration or fermentation. احنا هاي ثلاث طرق ما راح ادخل التفاصيل واشرح لكم اياها، فقط تعرفون انه الايروبيك ريسبيريشن هو الفاينل الكترون اكسبتر بيها هو الاو 2، وايل ان انايروبيك الفاينل الكترون اكسبتر هو نوت او 2، وتكون الانرجي اللي تطلع بالايروبيك ريسبيريشن اكثر كميه من الانايروبيك ريسبيريشن. الثيرد ميثود فور بريك داون اوف ذا شوجر هو الفيرمنتيشن التخمر. فقط تعرفون طرق البريك داون اوف ذا شوجر، ما دخلت لكم باي تفاصيل مثل ما قلنا لان احنا المحاضره لازم نختصرها. الشيء المهم بسبب الظروف، الشيء المهم تعرفوه بهاي المحاضره هو الجروث كيرف. واني شكرا يعني على اذا سمعتوني، واي شيء تحتاجون اني مستعده اجاوبكم. ثانك يو.